هنتكلم ازاي تزن في السلسله دي. معاكم ابراهيم محمد، خبير في مواقع التواصل الاجتماعي لاكثر من 7 سنين. اشتغلت مع واحده من اكبر شركات التوظيف، ضفيت لي خبرات كتيره، حبيت ان انا اشارك خبرتي المتواضعه مع حضراتكم على قناتي. في الفترة دي من السنة ناس كتيرة بتقدم على شغل، في عدد كبير من مواقع التوظيف، في موقع وصل عدد مستخدميه لأكثر من 590 مليون مستخدم حوالين العالم، وصل عدد الوظائف الفعالة فيه لأكثر من 15 مليون وظيفة. هنتكلم عن لينكدين. تعرف ايه عن المنطق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ فين السؤال؟ لا مش المنطق ده. هنتكلم النهاردة عن البوليان سيرش وازاي ان انت تقدر تستخدمه في البحث عن شغلانة جديدة. هنتكلم عن حاجات كتير تزود من فرص ظهورك امام اي جوب بوستر او ريكروتر. خلينا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما وضحنا لموضوع الحلقه، هو البوليان سيرش. ايه هو البوليان سيرش؟ هو نوع من انواع البحث اللي بيجمع ما بين كيوردز عن طريق 3 سيرش اوبريتورز، هما اند واور ونوت. اند للجمع ما بين اكتر من كيوردز، والاور للتخيير ما بين اكتر من كيوردز، و نوت لاستثناء بعض الكيوردز. طيب خلينا نشوف بمثال حي دلوقتي ازاي ان ده هيساعدنا في البحث عن شغل عن طريق لينكدين. انا دلوقتي لو هدور في مجال السوشيال ميديا على سبيل المثال، وطبعا فينا ان احنا نطبق المثال ده على اي بوزيشن او اي رول احنا بندور فيه. طيب خلينا نكتب دلوقتي سوشيال ميديا، let's say manager، وهنكتب and، وهنكتب ان احنا بندور في دبي. طيب ايه اللي انا كتبته ده؟ باختصار شديد جدا احنا جمعنا ما بين 2 keywords، هي social media manager as one term و دبي as another term او كترم اخر. طيب السوشيال ميديا مانجر طالما هي اكتر من ترم لازم تتحط ما بين كوتيشن مارك او علامات ترقيم. طيب خلينا نشوف ازاي ده برضو هيقدر يساعدنا في رحلة البحث عن شغل. طيب هنرجع هنا ونبص على الكونتنت. الكونتنت هيترتب عن طريق حاجتين، اول حاجه عن طريق الريليفنس، وعن طريق الديت او الليتست. البوست ده موجود ان هم طالبين ريكروتنج ناو ديجيتال ماركتنج مانجر، وطالبين اسيستنت سوشيال ميديا مانجر. زي ما احنا شايفين اتذكرت كلمه دبي واتذكرت كلمه سوشيال ميديا مانجر. لو نزلنا هنلاقي برضو ريكروتنج ناو، ده نفس البوست شخص تاني منزله، ولو بصينا هنا هنلاقي كلمه دبي وهنلاقي سوشيال ميديا مانجر من 8 ساعات. طبعا زي ما حضراتنا شايفين قد ايه كميه البوستس او كميه الوظائف اللي الاشخاص بتنزلها، واحنا للاسف ما بنبقاش على علم بيها لان احنا بس بندخل نبص على الجوبس. طيب خلينا نشوف ايه الاوبريتور الثاني الا وهو اور. هو زي ما وضحنا ان هو للتخيير ما بين اكتر من كيوردز، فخلينا نكتب سوشيال ميديا. خلينا نكتب ان انا دلوقتي لو بدور في اكتر من بوزيشن فهنكتب سوشيال ميديا اكزيكتيف let's say or social media manager، واللي اكيد ان احنا بندور في دبي فهندور كده اهو، هنحط and وهندور. زي ما واضح عندنا هنا دلوقتي ان بدأ السيرش يمشي من الشمال لليمين، سوشيال ميديا اكزيكتيف لو لقاه ولقى كلمة دبي فهيظهر لي نتيجة البحث، ولو لقى سوشيال ميديا مانجر ولقى كلمة دبي فهيجيبه لي ضمن نتيجة البحث. كل دي بوست، خلينا على سبيل المثال وليس الحصر ان احنا ناخد اول بوست. الشخص برضو ده نزل اوريدي كلمة سوشيال ميديا اكزيكتيف في بوست ونزل كلمة دبي. ليك طبعا ان انت تطبق السوشيال او السيرش اوبريتورز باشكال مختلفه جدا على حسب البوزيشن وعلى حسب الكونتنت اللي حضرتك بتقدم عليه او حضرتك بتكتبه في السيرش بوكس. خلينا برضو ان احنا نشوف اخر سيرش اوبريتور الا وهو النوت. ان انا دلوقتي لو بدور وللاسف في حاجه معانا مش عايزه تظهر لي في نتيجه البحث، فبعمل لها اكسكلود او بعمل لها عمليه استثناء علشان ما تظهرليش في نتيجه البحث. خليني على سبيل المثال ان انا بدور مثلا سوشيال ميديا مانجر ومش عايز اي سوشيال ميديا اكزيكتيف يبان لي، فهكتب نوت اول ان كابيتال وهكتب سوشيال ميديا اكزيكتيف. ان انا كده وضحت له اي بوست في الاثنين دول بس وفي كلمه let's say دبي.
هنا كل البوستس اللي ظهرت عندي اتذكر فيها بالظبط الكلام ده، اتذكر فيها كلمة سوشيال ميديا مانجر واتذكر فيها كلمة دبي. اي سوشيال ميديا اكزيكتيف مش هتبقى موجودة. زي ما حضراتنا شايفين كل دي نتائج البحث، سوشيال ميديا مانجر، كل دي بوست وكل دي فرص عمل بتديك طبعا فرص اكتر في اثناء رحلة البحث عن شغل تقدر ببساطة شديدة جدا توصل لها. لازم ننوه ان and و or و not search operators لازم يكونوا all in capital، تكتبهم all in capital، ولو اكتر من term لازم تجمعهم بين علامات الترقيم. ده كان النهاردة موضوع الحلقة، وهو البوليان سيرش او البحث المنطقي. وشوفنا ازاي قد ايه هو فتح لنا اوريدي وظايف كتيره، واتمنى ان شاء الله ان موضوع الحلقه ده يكون فات حضراتكم. لو عجبك الفيديو ده يا ريت ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب، وما تنساش تعمل شير.